زي لعيبه كتيره ما حدش يعني ما خدتش حقها. تفتكر حضرتك فعلا ما خدتش حقك؟ لا انا اخدت حقي اهو، حقي اهو، هو ده حقي. كلام الناس يعني كلام الناس والذكرى دي. وانا في سن يعني متقدم. لا ربنا يديك يعني الصحه، لسه شباب يا كابتن. انا 65 سنه ربنا وشويه يديك الصحه. ونص. كفايه الكلام دوت، هو ده النجاح. حضرتك لما رحت المانيا ثقافتك، ثقافه حازم امام، ثقافه اللعيبه اللي راحوا اوروبا، لابد ان احنا نغير العقليه. انت حضرتك كنت سالت احمد، كابتن احمد ابو رحاب، على ايه ليه ما فيش مهاجمين. هي حاجه بسيطه قوي يا كابتن هاني. احنا لما بدانا الاحتراف، الاحتراف ما جاش على الاساس. لابد ان انت تغير العقليه، لابد ان اللاعب ده يعرف ان مستقبله ده الكوره، يبقى عنده ثقافه، يقدر يتعامل مع الناس اللي بره. محمد صلاح وهو صغير 14 سنه كان بينام في نادي المقاولين العرب، وكان يصحى الصبح بميعاد ويتمرن بميعاد. ولازم يا كابتن لما تيجي تعمل احتراف لابد ان انت تكون عضله اللاعب على الاحتراف، لابد ان يتمرن اكتر. احنا مشكلتنا في مصر، انا بزعل جدا لما بشوف روس حربه افارقه. كله بتزعل؟ ها، بزعل جدا. في لعيب راس حربه افريقي موجود في مصر. كلهم بحبهم. لكن انت صعبان. بس صعبان عليا. مروان محسن عنده الصفات بس فاقد الثقه في نفسه. ليه فاقد الثقه في نفسه؟ عشان الاساس عنده ان لازم يتمرن الصبح لوحده. محمود الخطيب اللي وصله للنجوميه الكبيره دي اجتهاده والمحافظه على نفسه، وكان يجيب حنبله بتاع اوضه اللبس، عارف، يقول له يلا حنبله هات الكور كلها اللي جوه في اوضه، ويحطها قدام محمود، ومحمود يقعد ينشن في العارضه ويهتم ويشتغل على التدريب التخصصي. قطاعات ناشئين عندنا مليانه مواهب. يعني المشكله ان احنا اصل حضرتك بتقول ما فيش مواهب. لا، المواهب موجوده بالظبط. اللي ناقص بقى عندنا العين، ولا ناقص عندنا ان احنا بنبص بس على الفريق الاول، واحنا بندفع فلوس كتير عشان نجيب مهاجم جاهز، ولا المشكله ان احنا ما عندناش احتراف بمعنى حقيقي بالنسبه انك بتعد الولد الصغير انه يكون لعيب كويس، تديله الاساس. حضرتك في مره المهندس ابراهيم محلب بيكلمني، كان هو رئيس النادي وانا لسه جاي من بره، فقال لي يا حمدي، قلت له بص يا ابراهيم بي، مش مهم البطوله في الناشئين. قال لي بص، طبعا مش مهم، انا ممكن اجيب لك ب 30 40 الف شويه كاسات ونحطهم. قلت له مش هو ده المهم. قلت له انا معايا فريق 15 سنه، في سبعه كتبت لك اسمائهم، في 20 ولد كويسين، بس في سبعه دول هيلعبوا دوري ممتاز. الحمد لله بعد خمس ست شهور الحمد لله ربنا وفقني ولعبوا دوري ممتاز. محمد صلاح، محمد النني، علي فتحي، شريف علاء لعبوا في الزمالك، والنني خدته من النادي الاهلي وهو عنده 15 سنه، ومحمد صلاح متربي في النادي عنده 12 سنه، الكابتن ريعو راح جابه من عصمصون طنطا. صحيح، نادي مقاولين، بس مقاولين بس تابع يعني باسم مختلف شويه، يعني كان بيحطوا فيهم الولاد ويرعوا الفرع بتاعنا. الولد كويس بناخده. جبنا كريم الديب من هناك، عبد الوهاب الباك ليفت من هناك، باسم مرسي كنا جايبينه من هناك. اقصد اقول لحضرتك المواهب موجوده، بس العقليه لازم تتغير، عقليه قطاع الناشئين.